تسريب عن آيفون 8 سيغضب رئيس أبل. كشف تسريبات جديدة عن إطلاق هاتف آيفون 8 والوقت الذي سيتوفر به في الأسواق، وهو أمر سيزيد من غضب الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك. وكان كوك عبر منذ أيام في مقابلة صحفية مع شبكة سي ام بي سي الأمريكية عن غضبه من التسريبات المتكررة عن آيفون 8، قائلا أن هذه التسريبات هي السبب وراء تراجع مبيعات آيفون 7 وآيفون 7 بلس. وحسب رئيس أبل، فإن تسريبات مواصفات آيفون 8 تدفع المستخدمين إلى انتظار النسخة الجديدة والامتناع عن شراء الإصدارات الحالية من آيفون. وتقول التسريبات الجديدة أن أبل ستطرح هاتف آيفون 8 بشاشة OLED في شهر سبتمبر القادم، وكذلك هاتفين آخرين بشاشة LCD الأقل تطور، ولن تصل هذه الأجهزة إلى الأسواق في أكتوبر القادم. وينفي التسريب الجديد تقارير قالت أن أبل ستتأخر في إطلاق آيفون 8 إلى العام 2018، وهذا النفي من شأنه دفع مزيد من المستخدمين لانتظار الهاتف الجديد وعدم الإقبال على النسخ الحالية من آيفون، وتسبب بمزيد من الغضب لرئيس أبل.